في الفيديو بتاع النهارده يا شباب هندي البوسه لطفل. تابعوا معايا الفيديو للاخر لو انتم مهتمين بيه. اول حاجه معانا يا شباب، اول حاجه بنعملها قبل ما ندي البوسه للطفل بنتاكد ان الطفل معايا عامل حمام براس، تمام؟ مش محتاج ان هو يعمل، تمام؟ لان ممكن اديله البوسه من هنا بعد كده يعمل حمام براز مباشره فالبوسه ترجع معايا، تمام؟ فلازم اتاكد ان البيبي اللي معايا او شخص كبير ان هو مش عايز يعمل حمام براز، متاكد من كده، تمام؟ تاني خطوه معايا يا شباب، طبعا بغسل ايديا كويس بميه دافيه وبصابون وبعقمها بالكحول، تمام؟ لو مفيش كحول بغسلها بميه وصابون عادي، لو مش هلبس جلافظات، تمام؟ في جلافظات بلبس الجلافظ وببدا ان انا اجيب اللبوسه اللي معايا، تمام؟ وببدا ان انا اخلي الطفل في وضعيه، هحط لكم وضعيه على الشاشه دلوقتي، تمام؟ والوضعيه اللي معانا اللي هي اللبوسه اللي عملي النهارده هوريكم ازاي. وبعدين ببدا ان انا، بعدين يا شباب ببدا ان انا اجيب الطفل احطه في نفس الوضعيه اللي انا مرتاحه فيها او الطفل مرتاح فيها، تمام؟ وبعد كده ببدا ان انا احط على حرف على اول اللبوسه من فوق، ممكن ابل اللبوسه بميه، تمام؟ او ممكن ان انا احط عليها نقطه زيت وبعدين ايه بحطها في فتحه الشرج. لو انت مهتم بالفيديو تابع معايا للاخر. ودي يا شباب اسهل وضعيه معايا، بيكون الطفل نايم على جنبه، تمام؟ ببدا ان انا ارفع رجله لفوق زي ما انتم شايفين كده وببدا ان انا احط التحميله اللي معايا. طبعا فتحه الشرج في الوضع ده بتكون مفتوحه وببدا ان انا اشوفها كويس وببدا ان انا ادخل التحميله اللي معايا. وتاني وضعيه معايا يا شباب، بيكون الطفل نايم على بطنه، برفع رجليه الاتنين لفوق كده بجيبهم عند وشه شويه، ودي برضو فتحه الشرج بتكون باينه فيها اكتر من الوضع الاول، وببدا ان انا ادخل التحميله اللي معايا. بس يا جماعه بتاكد ان الطفل معايا عامل حمام براز الاول. تالت وضع معايا زي ما انتم شايفين كده يا شباب، الطفل نايم على بطنه ورجليه الاتنين زي مرفوعين لفوق كده شويه زي ما انتم شايفين الوضع اللي قدامكم ده كده، وببدا ان انا افتح الاريا عن بعضها كده بايدي، تمام؟ وبعدين فتحه الشرج طبعا بتبقى مفتوحه معايا، ببدا ان انا ادخل البوسه اللي معايا. طبعا يا شباب بنحط زيت او فازلين او ممكن نحط نقطه ميه، اهم حاجه ان البوسه اللي معانا واحنا بندخلها عشان ما تجرحش الطفل لازم نحط عليها الحاجات دي، نقطه ميه، نقطه زيت، فازلين، اي حاجه من دي، جل. في فيديو تاني يا شباب هعمل لكم فيه كل الوضعيات، تمام؟ دلوقتي ايه لما بنبدا ان احنا ندخل اللبوسه اللي معانا، اول ما بندخلها يا شباب بندخل يعني اول سنه من صباعنا كده مع اللبوسه عشان نتاكد ان هي دخلت فتحه الشرج ودخلت كويس، عشان الطفل اللي معانا ممكن يعمل اي حركه فتطلع تاني، فبنتاكد ان هي دخلت بنزقها لجوه يا شباب بصباعنا كده عشان نتاكد ان هي دخلت فتحه الشرج. تابعوا بقى معايا الفيديو العملي. دلوقتي طبعا يا شباب الطفله اللي معايا عصبيه جدا وزي ما انتم شايفين كده حاطه رجلها تحت رجلي، تمام؟ ومنيماها على رجلي وحاطه رجلها التانيه تحت رجلي، تمام؟ اول حاجه بنبدا ان احنا نفتح البوسه زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ وبعد كده يا شباب بنكون غاسلين ايدينا كويس الاول، تمام؟ وبعدين بنحط عليها نقطه ميه او نقطه زيت او نقطه فازلين او نقطه جل، اي حاجه موجوده معانا، تمام؟ وبعدين يا شباب بننظف الاول، ايه، نتاكد ان الطفل عامل حمام براس، وبعدين بنمسح المنطقه دي عشان لو في اي ميكروبات او حاجه ما تدخلش معانا واحنا بندخل اللبوسه، تمام؟ بدانا ان احنا نحط عليها ميه على اللبوسه، تمام؟ نبدا ان احنا نفتح فتحه الشرج وندخلها كده بصباعنا، وبعدين نبدا ان احنا نقفل الاليتين على بعض. مدة يا شباب كده بتاع دقيقه عشان ايه نتاكد ان اللبوسه دخلت ومش هتطلع تاني. وبكده يا شباب يكون الفيديو بتاعي النهارده خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو انت مش مشترك معايا في القناه اتمنى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده، وانا بجد بحاول ان انا اعمل لكم فيديوهات للبوس عملي اكتر، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم لبوس عملي، تمام؟ والفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم الوضعيات بتاعه اللبوس او التحاميل زي ما انتم بتسموهم.